ولنقاش الانتهاكات الإنسانية والخروقات الأمنية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز يني يمن صالح الجبري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا يا مرحبا. تم تسجيل أكثر من 4000 خرق أمني في مدينة الحديدة في الشهر الماضي فقط، كيف يفسر هذا العدد الهائل من الخروقات الأمنية رغم كل الاتفاقيات الأممية؟ شكرا جزيلا. ومن أين التزمت ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي اتفاق منذ الحروب الست مع النظام السابق وما قبلها وما بعدها؟ دخلت مع الأحزاب السياسية، دخلت اتفاقيات مع القبائل، دخلت اتفاقيات مع الدولة حتى قامت بالانقلاب الأخير. هي تكذب كما تتنفس، لم تلتزم بأي اتفاق لا رسميا ولا حتى قبليا ولا حتى مع أحزاب سياسية يعني أكثر مرة. فما بالك هذه الأيام وهي تشعر بأنها سلطة أمر واقع وتجني الأموال من خلال ميناء الحديدة الذي يجني عليها ملايين الدولارات، وتستخدم هذه الملايين لما يسمى بالمجهود الحربي وتعض عليه بالأنامل، يعني لا تريد أن تفرط في مدينة الحديدة لأنه أصبح المتنفس البحري الوحيد لميليشيات الحوثي الإرهابية. وبالتالي ليس غريبا أن نجد هذه الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية لأنها وجدت للأسف يعني سكوتا من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأيضا القوات المشتركة أو التحالف لم تحسم الموضوع الأمر العسكري، وترتكب الآن الميليشيات ما تريد بحق المواطنين ولا صوت يعلو على صوتها في المناطق التي تحت سيطرتها في المحافظة الشمالية. في هذا السياق أستاذ صالح، كيف يفسر تأني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في التعامل مع كارثة بيئية كالتي تهدد سفينة صافر؟ نحن كيمنيين وكمتابعين، وهناك منظمات شعبية وسياسية يمنية ومناشدات أممية منذ أشهر ينادوا بخطورة ما يحدث الآن في هذه الحاوية الراسية على يعني بالقرب من ميناء الحديدة. نعم. هذه الحاوية التي يعني فيها أكثر من 1,100,000 برميل من النفط مهددة بالانفجار، وقد تنفجر يعني بشكل أقوى مما حدث في مرفأ بيروت لا قدر الله. القضية خطيرة جدا، لكن الحوثي يلعب لعبة دنيئة ولعبة خسيسة يعني يسوق للعالم الوضع الإنساني ويتناسى أن هذه الآن قد تهدد بكارثة بيئية ستنعكس سلبا بشكل كبير وخطير على المياه في وعلى المواطنين في مدينة الحديدة وعلى ميناء الحديدة وعلى المجتمع الدولي. وبالتالي للأسف هناك ضعف، يعني عندما نسمع الأمم المتحدة تطالب وتنادي، يعني هل أجهزت الأمم المتحدة أن تضغط عن طريق مجلس الأمن، عن طريق قوات التحالف، عن طريق اتخاذ قرارات بحق هذه خاصة بعد أن تم تصنيفها بأن ميليشيات يعني إرهابية؟ لا أدري ما هي الأسباب. يعني هناك غض الطرف من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة، وهذا كله للأسف الشديد سيضر بالبيئة اليمنية وبالشعب اليمني، لأن كارثة ستكون خطيرة في اليمن إن حصل وانفجرت هذه الحاوية. إلى أي مدى أستاذ صالح تظن أن كل هذه الخروقات الأمنية والانتهاكات الإنسانية نسفت اتفاق الحديدة وكل الاتفاقات السابقة؟ ما حدث من اتفاق في ما يخص الحديدة مع القوات المشتركة هو أصبح في خبر كان، لم يعد معمول به، انتهى تماما، لأنه تم خروق الاتفاق بعده بأسابيع من قبل ميليشيات الحوثي، قتلت وانتهكت كثير من تفجرت منازل مواطنين، قتلت كل من يخالفها، اعتدت على قوات الشرعية، يعني لم تسلم، يعني لم تسمح بالدخول إلى ميناء الحديدة أو إلى حاوية هذه الحاوية الخطيرة الآن التي يعني ترزح في بالقرب من ميناء الحديدة، لم تلتزم بأي اتفاق سواء مع الأمم المتحدة أو مع الحكومة الشرعية الذي تم الاتفاق عليه في السويد. وبالتالي الاتفاق صار في خبر كان،
لم يعد له أي أثر، يحتاج هنا إلى ضغط يعني أممي وأيضا من قبل التحالف العربي ومن قبل الشرعية بالحسم العسكري، غير ذلك فلن يسلم الحوثي ولا يلتزم بأي اتفاق تم من قبل. شكرا جزيلا لكم رئيس مركزيين يمن صالح الجبري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.